الجيش الصيني إذن أعلن عن انطلاق تدريباته العسكرية السيف المشترك حول جزيرة تايوان بمشاركة 4 أساطيل كاملة في هذه المنطقة، وتشمل اقتراب سفن وطائرات من جزيرة تايوان من جهات متعددة، وشن أيضا هجمات مشتركة ومتزامنة. وزارة الدفاع التايوانية قالت إن قواتها المسلحة رصدت 17 سفينة وسفينة حربية و 125 طائرة تابعة للجيش الصيني، بالإضافة لمشاركة مقاتلات وقاذفات وطائرات حربية أخرى في مناورات وصفت بمحاولة لتطويق جزيرة تايوان. وتضمنت هذه التدريبات محاكاة لمحاصرة موانئ ومناطق أيضا رئيسية في تايوان مثل ما تبرزه هذه الصورة، وتوجيه أيضا ضربات لأهداف بحرية وبرية أيضا، وذلك لاختبار القدرات القتالية الحقيقية حسب ما يقول الجيش الصيني. وبدت هذه المناورات ردا عسكريا من بكين على تصريحات لافتة لرئيس تايوان لاي تشينغ في اليوم الوطني للإقليم، بعدما قال إن الصين ليس لها الحق في تمثيل تايوان، فيما تقول بكين إن جزيرة تايوان جزء من أراضيها ولا يمكن أبدا لتايبي أو مسؤوليها الانفصاليين تغيير حقيقة أن جانبي مضيق تايوان ينتميان إلى صين واحدة.